ربنا. انا عايزه تكليفك بيها بقى وتشجيع لكل المواهب. الأستاذة هدى وقدموا أطفالنا أبلغ صورة ممكن تتشاف. الإلقاء كان هايل، الإتقان ومخارج الحروف كانت ممتازة، المعنى جميل، ادخلوها آمنين. أنا بحيي كل أطفالنا، بحييهم كلهم لجمال إلقائهم، لتمكنهم على المسرح، لاهتمامهم بمظهرهم، للالتزام التام في البروفات اللي احنا شفنا نتيجته دلوقتي، للمسؤوليه اللي تحملوها، ويعني كانوا قدها مليون في الميه زي ما شفنا. ما شفناش غلطه، ما شفناش حد. يعني انا عايزه اعرف ازاي طفله زي دي تقول فصحى، ازاي بنوته قمره زي دي تحفظ قصيده، ازاي قدر الاستاذ احمد مرسي والاستاذه هدى ان هم يصنعوا كل هذا الجمال. تحيه كبيره للاستاذه هدى، تحيه كبيره للاستاذ احمد مرسي، وتحيه اكبر للاديبه شاهينات البستكي عنها عيد هذا المهرجان ضمن مؤسسه بيت الفلوس. وتحياتي لكم غير صلاح الدين. الحقيقه العمل في الثقافه عمل شاق ومتعب، ولكن انا من كل المشاق الا اني بجد سعاده بالغه في مهرجان طفوله فوق العاده. انا بحس ان انا رجعت طفله من اول وجديد، بشارك كل الاطفال وبشارك كل المواهب، كل حرف بيقولوه وكل حرف بيكتبوه. بحس ان استاذ احمد مرسي فعلا يوم عن يوم بيصل بالرساله بتاعته الى اعنان السماء، هي رساله ساميه خدها على شاهده. تعب منها وفرق عليها واهتم بيها، وبقى في كل بيت مصري حرف وكلمه وبيت وقصيده وديوان لاحمد مرسي، اللي الثقافه هتخلد اسمه على مر الزمان وهيعيش حرفه أطفال بيوت ويكبروا، أكيد هيحكوا لأولادهم أجيال وأجيال عن ما صنعه الشاعر أحمد مرسي. الأستاذة شاهيناز عايزة تقول كلمة، اتفضلي. إيه؟ أنا حاضر. اولا بشكركم جميعا لاستقبالكم للاوبريت، والاوبريت زي ما انتم شفتوا كده بيحكي مصر الانبياء على ارض مصر. ويمكن انتم في الفيديو الاولاني احنا مهدنا بالالقاء مصر الانبياء بالترتيب بترتيبهم لحد ما وصلنا. استاذ احمد عايزين نشوف حضرتك كده، عايزين نشوف حضرتك. شفتوا حضراتكم في الفيديو الاولاني ان احنا مهدنا للاوبريت بالكامل، يعني احنا حكينا قصته في الفيديو الصغير اللي انتم سمعتوه حوالي 3 دقائق، وبعدين الاطفال حكوا ده شعرا باللغه العربيه الفصحى. طبعا الاوبريت اللي طلع قدامكم في ساعه وثلث تقريبا ده خد مننا الحقيقه مجهود كبير، خد مجهود كبير في الكتابه عشان نصيغ الجمل دي كلها شعرا، وخد مجهود في ان الاطفال يحفظوا، والحقيقه بيجوا من محافظات ثانيه مشهورين، والله انا مشفق على تعبهم واللي بيبذلوه كلهم كتر خير اولياء الامور بصراحه، اللي بيتعبوا مع اولادهم علشان يطلعوا هذا الجمال. ولما طفله تيجي من اخر الدنيا علشان تقول 4 ابيات في الاوبريت، حاجه جميله جدا تستحق التحيه والاحترام بجد.
يعني لما تطلع بتكلمني بتقول لي اجي ازاي، انا عمري ما جيت القاهره في حياتي قبل كده. بقول لها معقول؟ قالت فعلا دي حقيقه، انا ما جيتش القاهره. قلت لها هتيجي عشان مهرجان مخصوص؟ قالت ايوه عشان هاجي عشان مهرجان مخصوص. مخصوص من شمال سينا على فكره. اعتقد اسمها سلمى صح؟ هي فين؟ سلمى؟ سلمى ايه؟ سلمى أسامة. انا بحييها والله، وجايه من قريه ايه يا سلمى؟ من قريه بلوزه. حد يسمع عنها في العريش؟ طبعا عارفينها؟ يعني لما تيجي من قريه مخصوص من شمال سينا علشان تنزل القاهره لاول مره في حياتها علشان تحضر المهرجان، فده شيء جميل جدا. انا فرحان كمان بالمساعدين اللي معايا اللي ساعدوني وخلوا المهرجان في صوره حلوه، الاديبه جاله صلاح الدين، الاديبه الكبيره شهناز البستكي اللي عملت المهرجان حياه وامنت بفكره المهرجان، والاستاذه هدى محمد. واحنا لسه ما خلصناش، لسه الفقرات فنيه ولسه اغاني جديده من كلماتي ومن الحان صنباط العصر الحديث الاستاذ هاني رجب، وموسيقار كل الاجيال الاستاذ فاروق سلامه. ومن كلماتي هتشوفوا حاجات حلوه قوي في باقي المهرجان، ارجوكم ما تمشوش. شكرا. طيب يلا اطلنا على اماكنكم. الحقيقه حابه ارحب بالاعلامي القضيه ومتابع المهرجان يعني عن كسب وداعم للمهرجان دائما الاعلامي الاستاذ عاصم عبد الفتاح. كل الشكر لحضرتك. معالي اللواء العظيم محمد عبد القادر، كل الشكر لحضرتك ولزوجك الكريمه ولمعالي المستشاره، يعني دائما موجودين معنا ودائما داعمين ومتابعين، وبنت الحجاب الاستاذه ناديه والاستاذ مروان اهلا وسهلا بيكم، الاستاذ خليل صبيح واللواء هي حسن العربي، ويعني الاستاذه فوزيه معاذ والاستاذه فاروس، ويعني الكثير والكثير من الاسماء امامي، ولكن هناك فقرات كثيره امامنا، وهناك يعني وقت لسه قدامنا وقت في فقرات كثير. برحب بمعالي المستشاره صبري المشاره، اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا. انا عايزه هدوء في القاعه بعد اذنكم، عايزه هدوء في القاعه. استاذه هويدا عوض اهلا وسهلا بيكي، الاستاذه فوزيه نوى اهلا وسهلا، الاعلاميه المعروفه اهلا بيكي، استاذ جمال قمر اهلا وسهلا، استاذه عليا، كل حبايبنا وكل ضيوفنا الكرام، استاذه سوزه كامل وضيفتها اهلا وسهلا بيكي، والاستاذ محمد غازي وضيفته اهلا وسهلا، وتحيه كبيره لشاعر السوره عمرو دهب المجراضي اهلا وسهلا بحضرتك، استاذ يار الشعيري اهلا وسهلا بحضرتك. جاهزين للفقره الجايه؟ جاهزين؟ انا مش هقدم